الاجتماعي وترويج الاخبار الزائفه، فقدمت عديد القضايا ضد عديد الصفحات هذه المجموعه وضد عديد الرموز بالاسماء معروفين داخل تونس وخارج تونس، والنيابه العموميه حالتهم على الفرق المختصه، ما تحبش نسمي هذه الفرق، ولكن هذه شكايات كلها معناها موجوده معناها في الادراج، ما تمش النظر نتاعها، ما تمتش دعوتي معناها لسماعي انا معناها كمتضرر وسماعي كامين عام لحزب التيار الديمقراطي. هذا معناها انا نعتقد انه السيد معناها توفيق شرف الدين هو اللي وراء معناها تستر على هذه الشكايات لعدم محاسبه المرتزقه هذه اللي قاعد يستعمل فيها هو ويستعمل فيها معناها السيد قيس سعيد اللي دفاع عن مشروعه. ولكن نعتقد انه تعرفوا شكايات مهما طال الزمن ان شاء الله ينظر فيها القضاء وتتم معناها محاكمه الناس هذه محاكمه عادله.